الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نبتدئ اليوم المحاضرة بعنوان الأنساق الثقافية في رواية ذاكرة الجزت، معكم الأستاذ المساعد الدكتور سعد علي المرعب، الاختصاص العام اللغة العربية والاختصاص الدقيق النقد الثقافي من جامعة بابل كلية الفنون الجميلة. طبعاً عنواننا اليوم هو بالعنوان الجديد القديم، لأننا تناولنا الأنساق الثقافية في هذه الرواية في سلسلة من المحاضرات المتعددة، واليوم هو الجزء الخامس من هذه والأخير من هذه المحاضرة. طبعاً الآن نتناول النسق الأخير من الأنساق الثقافية في هذه الرواية، ألا وهو النسق المهم. والنسق المضمر يدخل تحت طياته العديد من الأنساق الثقافية المتنوعة. فالنسق المضمر يقصد به النسق المحرك الخفي لأفكار وأقوال وأفعال الناس، بل هو المسيطر على ردود أفعالهم، وهو النسق المهيمن في تداولية حركة المجتمع. فالنسق المضمر هو النسق الذي يحمل تحت طياته العديد من الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية والجيوفكرية والسيوثقافية التي تؤثر سلباً وإيجاباً، وتؤثر تأثيراً متبادلاً على الأفكار المحركة للمجتمع. وأول هذه الأنساق هو نسق الخطيئة أو الندم. ففي هذا النسق يشير إلى الخطيئة الأولى للبشرية، حيث يقول على لسان الراوي الخالد: هل التغزل بالفواكه ظاهرة عربية أم وحده التفاح الذي ما زال يحمل نكهة خطيئتنا الأولى؟ فهو يشير إلى خطيئة النبي آدم بأكله التفاحة من عصيانه الله سبحانه وتعالى ونزوله من السماء إلى الأرض. ثم يشير بعد ذلك إلى ما فعلته الأنظمة العربية والتابعين لها من البيع والشراء بالمبادئ والقيم العليا مما يعادل الكفر بل يفوقه. ثم يربط بين حنين الحبيبة الموعودة أو الأرض الموعودة الجزائر التي خرجت من براثن الاحتلال لتقع في براثن العملاء، فيربط بين حنين والشيطان فيقول: كنت المرأة التي أغرتني بأكل التفاح لا أكثر. فحنين أو الجزائر بتنكر حنين لحب لحبيبها أو بتنكر الجزائر للثوار والمضحين، فقد عملت عمل الشيطان في إغرائهم بالكفر، فيقول: كنت أحبك أنت وما ذنبي إن جاءني حبك في شكل خطيئة. فهنا المبادئ الثورية والقومية التي آمن بها الثوار أصبحت اليوم وبالا عليهم بعد أن تحررت الجزائر. ثم يقول في نسق الخطيئة في معرض حديثه عن الثورة الجزائرية: كان وقتا للقضايا الكبرى والشعارات الكبرى والتضحيات الكبرى، ولم يكن لأحد الرغبة في مناقشة الهوامش أو الوقوف عند التفاصيل الصغيرة. أتراها حماقة الشباب أم حماقة الثورات؟ فالراوي يعبر عن الخطيئة هنا في اتجاهين: أولهما الانزياح عن الذات والاهتمام بالموضوعات المصيرية العامة على حساب الحياة الشخصية، وثانيهما عدم الحساب والتأهب بأن الثورة سوف تسرق من أيدي أبنائها وترجع الجزائر بواسطة الخونة إلى أحضان الاحتلال الفرنسي. النسق الآخر ضمن الأنساق المحركة لهذه الرواية هو نسق التشبث بالحياة، حيث يقول: كانت تلك أول مرة سمعت فيها اسمك، سمعته وأنا في لحظة نزيف بين الموت والحياة، فتعلقت في غيبوبتي بحروفه كما يتعلق محموم في لحظة هذيان بكلمة. فالطفل حنين، أو فيما بعد المعشوقة حنين، أو الأمة باللهجة الجزائرية، أو الجزائر المصغرة،
هو النسق المحرك والجميل للتشبث بالحياة عند البطل خالد. فحنين البنت وحنين الأنثى وحنين الجزائر هي التي ربطت بين لحظات تربطه بين الموت والحياة، وهو يتذكر دائما رؤيته للطفلة بعد إجرائه للعملية الجراحية وبت اليد وخروجه من ساحة المعركة. ثم يتكلم في النسق الآخر عن نسق الحنين، وهو من الأنساق المحركة لشخصية الراوي خالد. فالمحرك المهملي هو تمثل حنين لنساء قسطنطينة ونساء الجزائر بشكل عام، فيقول: كنت كل مرة أفاجأ بامرأة أخرى داخلك، وإذا بك تأخذين في بضعة أيام ملامح كل النساء، لم تكوني امرأة، كنت مدينة. ثم يضيف قائلا: مدينة بنساء متناقضات مختلفات في أعمارهن وفي ملامحهن، في ثيابهن وفي عطرهن، في خجلهن وفي جرأتهن، نساء من قبل جيل أمي إلى أيامك أنت. ثم يقول: أنا الرجل الذي حولك من امرأة إلى مدينة، أنت مدينة ولست امرأة، وكلما رسمت قسطنطينة رسمتك أنت. ثم يقول: دعيني أظن كل من أحببتهم فيك، ما أجمل أن تعود أمي في سوار بمحصنك. فهنا يربط الله بين الذاكرة الحقيقية والذاكرة المخملية. الذاكرة الحقيقية تذكر للوطن، تذكر لأمه المتوفية، تذكر إلى نساء الجيل الأول المقاتلات مع الثوار، فيربط بينهم ويجعل كل هذه الصفات متركزة في شخصية المعشوقة حنين. ثم يتكلم عن طبعا الأنساق السابقة كنا قد تناولناها على عجالة في المحاضرة السابقة، ولكن بالضرورة أحكامها لأنها مرتبطة بنسقين أخيرين ليكتمل الجزء الرابع والأخير من هذا الموضوع. النسق الآخر هو نسق القيم الاجتماعية أو الأخلاق الأصيلة. لقد تأثر خالد بالأخلاق العربية الأصيلة مع أنه نبذ الماضي وهاجر إلى فرنسا، ولكن القيم العربية الذكورية ظلت مسيطرة على أفكار الراوي. حدثت له حادثة، طلب منه في مدرسة الفنون الجميلة أن يرسم إحدى الطالبات وهي عارية وبأوضاع جنسية مختلفة، فلم يرسم غير وجهها ولم يرسم تفاصيل جسدها، فيقول له: ولكن ريشتي التي تحمل رواسب عقد رجل من جيلي رفضت أن ترسم ذلك الجسد خجلا أو كبرياء لا أدري. ثم يضيف قائلا: أنا أنتمي لمجتمع لم يدخل الكهرباء بعد إلى دهاليز نفسه، أنت أول امرأة أشاهدها عارية هكذا تحت الضوء، فاعذريني، إن فرشاتي تشبهني، إنها تكره أيضا أن تتقاسم مع الآخرين امرأة عارية حتى في حلبة رسم. فهو يأنف وإن كان في الزنا أن يشاركه رجل آخر بهذه المرأة، وهذه طبعا من الأنساق العربية القديمة، فمنذ الجاهلية حتى بالسري المرأة التي تسبى يأنف العرب الآخر أن يقوم بمضاجعتها أو ممارسة الزنا معها، لأنه يعتبرها أصبحت شيئا مبذولا ومتاحا للجميع. أما النسق الآخر هو نسق الرمز، ويقصد به نسق المخيال الثقافي أو النموذج الثقافي، حيث يقول: ليس من حق الرموز أن تتحطم، فالرمز أو النموذج العربي يجب أن يبقى الأسطورة الأبدية المخلدة التي لا يصيبها الخذلان. فيقول على لسان السي طاهر بطل الرواية: هناك عظمة ما في أن نغادر المكان ونحن في قمة نجاحنا. فمن صفات الرمز العربي أن يكون زاهدا في الأشياء والحياة، بل أنه يقذف الملذات على قارعة الطريق. وهناك مثل قديم عربي قديم يقول: الكبير أقرب شيء له الطرف الثاني من الجزيرة. النسق الآخر هو نسق الإقصاء،
ويقصد به سيطرة طرف مهيمن يحمل صفات المركز ومقوماته السياسية والثقافية مقابل طرف آخر يصبح في خانة الهامش لعدم تمكنه من التمسك بخيوط القوة والسلطة. فهو يتكلم عن عن التعامل دون الإقصاء مع الجهلة فيقول: أنا مغبوب لكي لا أكون محقوما، فنحن لا نملك الخيار يا صاحبي، إننا ننتمي إلى أمة لا تحترم مبدعيها، وإذا فقدنا غرورنا وكبرياءنا ستدوسنا أقدام الأميين والجهل. فالمثقف هنا يستخدم نسق الإقصاء والتكبر كوسيلة دفاعية عن كرامته وشخصيته الثقافية مقابل الأميين والجهل. ثم يتكلم عن نسق الإقصاء السياسي للثوار والأبطال المضحين من أجل الجزائر وتقديد السباق والقراصنة وقاطعي الطرق، فيقول: أحبت السباق والقراصنة وقاطعي الطرق ولم تقطع أيديهم، ووحدهم الذين أحبوك دون مقابل أصبحوا ذوي عاهات. ثم يضيف قائلا: هذه المدينة الوطن التي تدخل المقبلين وأصحاب الأكتاف العريضة والأيدي القذرة من أبوابها الشرفية، وتدخلني مع طوابير الغرباء وتجار الشنطة والأسر. فالحكام الجزائريون بعد الثورة الجزائرية يقربون الفاسد والساقط والسارق لأنه يكون لهم عميلا ومتواطئا لهم بكل سهولة، ويبعدون الثوار والأشراف خوفا من مبادئهم. ثم يصف أصحاب النسق الإقصائي بالتفصيل حيث يقول: ثم يصف أصحاب النسق الإقصائي بالتفصيل فيقول أنهم هؤلاء الذين عاشوا في ملذات الخارج، هؤلاء هم الذين ملأوا بطونهم وجيوبهم من أموال الجزائر، هؤلاء هم الذين يجلسون في السفارات الأجنبية يتكلمون عن المبادئ والثورة، هؤلاء هم الذين وضعوا أيديهم بأيدي المحتل الفرنسي من أجل الحصول على الأموال والسلطة، هؤلاء هم الذين كانوا قبل ذلك في الصفوف الخلفية للثوار، هؤلاء هم الذين كانوا عيون المحتل على الثورة الجزائرية. فهنا في النسق الأخير، نسق الإقصاء، يحاول أن يوضح أن من حاول إقصاءهم ونجح في إقصائهم من قادة الثورة الجزائرية وهم البعيل الثاني وليس البعيل الأول الذين قاتلوا بدمائهم وضحوا بأنفسهم، هم أصبحوا بعد ذلك عملاء للفرنسيين. طبعا في خاتمة هذا الموضوع وبعد سلسلة من المحاضرات الطويلة، واليوم هي المحاضرة الخامسة في الكلام عن الأنساق الثقافية في رواية ذاكرة الجسد، طبعا الأنساق الثقافية في هذه الرواية تعود إلى الفكر الثقافي الذي عاشته الروائية الجزائرية أحلام مستعان، فهي متأثرة بالفكر الجزائري الحديث ومتأثرة بالثقافة الغربية الحديثة، وقد استلهمت هذه الثقافة وهذا الفكر الحديث من أجل كتابة رواية لأن تكون رؤية نقدية عربية حداثوية في القرن الحادي والعشرين. أتمنى اليوم الجزء الخامس والأخير من هذه المحاضرة، وهي في الحقيقة مشروع كتاب أوشك أن ينتهي لي، وأتقدم بفائق الشكر والتقدير في نهاية هذه المحاضرة لسعة الصدر ورحابة مركز الوسائط المتعددة، وأخص بالذكر الأخ والصديق العزيز الأستاذ فراس المحترم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأتمنى أن نلتقي بكم في محاضرات لاحقة بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.